استطاع انه يخطف منهم الكباتن تبعاتهم اللي هن ميسي وسيرجيو راموس. نعم. الظروف الكورونا والمشاكل الماديه التي تحيط بالانديه الكبرى حاليا هي نعم. هي التي سمحت لنادي باريس سان جيرمان باحداث هذه الصفقات الكبرى. نعم. اما بموضوع انه صفقات مدويه 100% صفقات مدويه، لكن خليني احكي شغله بوضوح كمان، انه باريس سان جيرمان لم يكن يقدم الصفقات مجانية كما هو يشاع، يعني في كثير إشادة بنادي باريس سان جيرمان أنه استطاع أن يأخذ الصفقات بشكل مجاني. أنا ضد هذا الرأي تماما، لأنه هذه الصفقات ليست مجانية. صفقة ميسي خلال عامين حتكلف النادي حوالي 100 مليون يورو على صعيد الرواتب، يعني على صعيد الرواتب على صعيد الرواتب وعلى صعيد المكافآت، مكافآت التوقيع. هنالك نقطة يغفلها بعض الجماهير وهي مكافأة التوقيع. اللاعب صحيح حر، صحيح نادي لم يأخذ ثمن انتقاله، لكن وكيل أعماله أو أبوه أو أي شخص يخصه هو عم يقدر يأخذ مثل، يعني فينا نقول هي رشوة من تحت الطاولة، مكافأة له صحيح. على جعل هذا اللاعب ينتقل إلى صفوفه. يعني هو كابتن ربيع، نقطة مهمة أنت أثرتها حاليا، يعني